اذا لا سمح الله اذا صار بلبنان صار بتركيا، نحن بتركيا صار ال 7.8 درجات ريختر. ريختر هو ساينتفك الماني بس هو ساينتفك، هو ريختر عمل هالدرجات، وبين الستة والسبعة يعني مثل بين المية والعشرة آلاف، يعني مش يعني مش انه الخمسة مثل الستة، اذا الخمسة اجت هالقد يعني الستة شوي اقوى، لا بين الخمسة والستة والسبعة هي درجات كتير اكسبونسيال ما بتطلع. 7.8 يعني قريبة للثمانية، الثمانية هي دمار شامل، يعني ثمانية ريختر. نحنا بلبنان تقريبا بنشتغل على 7 ريختر بستة وخمسين، سنة 56 او الزلازل اللي قبل مش فايقين، نحنا كان كي تكون اقوى وقت دمرت بيروت وهيك. نحنا 7 ريختر بالنسبة لنا هو طبيعي، البنات بنشتغل عليهم. 7.8 ريختر معناتها انه انت قريب للدمار. كل شيء مسح هو مسح ميداني الا شيء اسمه فيجوال انسبكشن، يعني المهندس في عنده اكيد صاحب خبره بيعرف الفصاويخ اللي بيجوا في فسخ برات بيكون من بالبنايه، بيكون في تسمه يعني نازله اساس عن اساس بيطلع فسخ فيرتيكال ما بخوف. اذا ما نحكي شغله، اول شغله انه الزلزال وقت بتجي الويف بالارض بحول ل horizontal effort، يعني قص horizontal افقي. هالقص الاورزونتال بيجي اول شيء بيضرب اساسات بالعواميد، يعني بيطلع البنايه من الارض اساساتها عواميدها اسقفيتها وطلوع طلوع طلوع، هيك بتبلش الافورات. يعني اول المونات اول عناصر هن بينقزوا هن عناصر الاعمده اللي هن بيكونوا حاملين على الاساسات. اول مسح ميداني الواحد بشوفه بتطلع هونيك على الاعمده فيها كراكس 45 درجة، يعني جاي هالمؤثرين هون. اذا كان في هيك في صويخ بعد زلزال معناتها انه البناية مش بقفع اجريها، صارت صارت حيصير بالهواء. يعني وقت بصير العمود اللي بيجي افرت عليه هيك عم ينقص، هي بالنسبة لنا نحنا منقول صار في خطر. البنى التحتية انا وقت كنت بالنقابة كنا عاملين شيء كيف الريزيلينس، كيف بنقاوم اذا لبنان في قاوم بمحل اذا صار في زلزال. انها بتعرف بيروت في عنا 5 مستشفيات الكبار جايين باكثر مناطق مكتظه، يعني مثلا لا نحسب مستشفى اوتيل ديو، مستشفى الروم، مستشفى الجيتاوي، مستشفى رزق، باكثر مناطق مكتظه موجودين. يعني في حال صار زلزال الطرقات حتى توصل على هالمناطق، احنا معنا طرقات، يعني طرقات ضيقه. هي اذا بنا تحتيه طرقات لا نحن مش مجهزين هيك. الاشياء الثانيه بتعتبر بنى تحتيه، اذا نحن عم نحكي مثلا يعني محطات الكهرباء او محطات المي او خزانات المي كلهم معمولين يقوموا هيك زلازل، بقول لك لا. بزلزال اللي صار معنا عندنا بلبنان تردداته بلبنان وسعه 5 ريختر، بنايات البيتون مثل هالبنايه اللي قاعدين فيها نحن ما تاثرت مع انه هزت. بنايه سكنيه 4-5 طوب 10 طوب ما بيتاثروا، يعني بيحملوا هيك هزه صغيره حتى لو ما كانوا مدروسين، يعني حتى لو ما كانوا مدروسين للزلازل الستركشر تبعيتهم ما بتأثر هيك هزة خفيفة. هيدي كإجمال. بعد الفيجوال انسبكشن بيعملها المهندس بشوف انه المشكلة هي بتتعالج، يعني بدها العواميد تظبيطاتهم، في جسورة بين العواميد وقت بتضرب الافور على العواميد يمكن الجسم فوق في جسورة ما في جسورة، في شيء فلت من محله. يعني كل بروجي كل مشروع بدك تعمله فيجن انسبكشن بيرفع رابور للمهندس على الاشياء اللي شافها كيف بده يظبطها. بس ما في يكون اذا هذا المشروع المشروع بي يكون سيميلر لإله، معقول يكون ابن عمه بس مش هو ذاته. يعني طريقة المعالجة بتختلف حسب حالة المبنى. صحيح 100%، في يمكن مرات ما بيتزبط. نعم كنا عم نحكي اذا ما بيتزبط يعني هذا صحيح. نعم